السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في برنامج اوبن بيلدينج ديزاينر او ماكرو ستيشن او اوبن رود او اي برامج من برامج بنتلي، ممكن نبدأ نقول له مثلا احنا عايزين نرسم مستطيل. بنقول له ارسم مستطيل، بيقول لي اختار الطريقة. عن 3 طرق. الطريقة الأولانية إن أنا هديله أول نقطة وتاني نقطة وهو هيبدأ يرسم بينهم. طيب الطريقة التانية روتيتد، بديله نقطة هنا ونقطة هنا على أساس لو أنا عايز أرسم المستطيل بتاعي مايل، وبعد كده ابدا امشي في اتجاه عمود عليهم بالشكل ده، او ان انا اقول له انا ارسم من السنترال، فبديله السنترال هنا وبعد كده بديله من الناحيه ديت ومن الناحيه التانيه، فيبدا يرسم لي المستطيل زي ما تشوف. وطبعا ممكن تدخل ارقام وانت بترسم. طيب دلوقتي بقى ممكن نقول له ايه، ممكن واحنا بنرسم نقول له احنا عايزين الاريا دي تبقى سوليد او هول مجوفه، والفيل تايب لو انت عايز تخلي في فيل تايب مثلا الوان زي ما انت عايز، تقدر تختار اللون اللي انت عايزه. طيب لو انا عايز اعمل موف، تقدر تعمل سيلكت على اي عنصر وتنقله بالشكل ده. طيب في حاجة برضه هتساعدني ان انا اقول له فينس تولز واقول له بليس فينس، يعني هبدا ارسم حاجة بالشكل دوت. تمام، دي هتساعدني بعد كده ان انا ممكن اقول له كوبي وابدا اقول له مثلا ان انا عايز انسخ من الفينس دوت، او ممكن تقول له ديليت فينس كونتنت، احذف لي اللي جوه الفينس دوت، او ممكن تقول له انا عايز اسيب ده قبل كده. بعد كده موديفاي فينس، تقدر تعدل فيه الفينس اللي انت عامله زي ما انت عايز. طيب خليني اقول له مثلا موف، فهو بيقول لي ده في فينس، هتستخدم فينس ده ولا لا؟ اقول له ممكن انسايد اوفرلاب كده، ممكن تقول له فويد. يعني ايه فويد؟ يعني انقل كل حاجه في اللوحه ما عدا الجزء دوت، تقدر تنقل بس الجزء اللي هو عليه الجزء ده يتجنبه ويهمله. طيب دلوقتي اقول له لا انا عايز اقول له مثلا في امر هنا لذيذ نشوف مع بعض، اللي هو موف بارلل. موف بارلل اللي هو ايه؟ ان هو يحركوا الخطوط مع بعض. اقول له ايه موف بارلل، ماشي، ونختار مثلا، بيقول لي انت ممكن تختار element اهو ويبدا يحركهم مع بعض بالمسافه اللي انت عايزها. يعني ممكن تشيل المسافه دي وتبدا انت تتحرك بشكل حر زي ما انت عايز، اللي جوه واللي بره. او ممكن تقول له كوبي، تمام، فلما تيجي تختار الشكل بتاعك يخلي الشكل القديم زي ما هو. وممكن تكتب انت المسافه اللي انت عايزها، الديستنس اللي انت عايزها، ويبدأ يحتفظ بيها. تمام، طيب اللي بعد كده سيجمنت اوف اليمنت، ممكن تاخد عنصر عنصر، يعني خط خط، مش لازم تاخد الشكل كله. طيب اللي بعد كده بوينت اوف اليمنت، انت كده تتعامل مع النقاط. بص بيبدأ بقى يقول لك خد المسار بتاعك اهو، ممكن تاخد المسار كله او ممكن تاخد جزء منه وتبدأ تنقل الجزء ده بس.